بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا اليوم لغة إنجليزية The Conditionals. There are four types of conditionals. هنالك أربع أنواع من الشرط. Type 0 If plus verb in the present, verb in the present simple. Example: If you heat water, it boils. هنا في النموذج هذا نديرو إذا شرطية if ونديرو الفعل تاعنا في الشرط في الحاضر وفي الجواب الشرط في الحاضر. مثلا إذا سخنت الماء إنه يغلي. This type is used to describe general or scientific truth. هذه وين تنستعملو هذا التايب زيرو إذا كانت حقيقة مطلقة. تايب 1 If verb in the present simple, verb in the future will plus stem. Type 1 هذا يندرو if زائد الفعل في الحاضر، الفعل الثاني يكون في المستقبل future. Affirmative form If she invites me, I'll come. إذا دعتني سأحضر. Negative If you don't hurry, You won't attend the course. إذا لم تسرع لن تحضر الحصة. Affirmative negative. If he phones, we won't meet him at the party. إذا اتصل لن نلتقي معه في الحفلة. Negative affirmative. If he doesn't tell the truth, mom will be angry with him. إذا لم يقول الحقيقة الأم تكون غاضبة ضده. We can even use model verb. وبإمكاننا أن نستعمل الأفعال المساعدة كما كان, may, etc. هنا if you can help, don't hesitate to do it. يعني إذا استطعت أن تساعد لا تتردد في فعل ذلك. هنا إذا استطعت في عوض البريزون ديرو كان بلس. She may get the best mark if she works seriously. هنا ثاني درنا may فعل مساعد عوض البريزنت سيمبل. وهنا عندنا present after if. The situation in type 1 is possible to happen. في هذه الحالة كامل ممكن تحقيق هذا الشرط. If plus past past simple plus would plus stem verb. يعني example if I were you I would buy that car. إذا كنت أنا محلك لاشتريت هذا السيارة. If I had wings, I would fly high in the sky. لو كان لدي أجنحة لطرت في أعلى السماء. هنا هذو احتمالين غير واردين, يعني لا يمكن تحقيقهم وهي مجرد من الخيال لأني لا أستطيع أن أكون أنت ولا أستطيع أن أملك أجنحة. رأيت؟ إذا وين تان استعملوا هذا التايب. The situation in type 2 is impossible to happen. غير ممكن حصول هذا. An imaginary situation. Type 3 If plus verb in the past perfect would have past participle. هنا نديرو الفعل في الماضي المركب ونديرو would have ونديرو past participle تاع الفعل المعطى. Example If I had learned my lesson well, I would have answered. يعني لو كنت قد حفظت درسي جيدا لكنت قد أجبت. هنا هذه فيها الندم, يعني لم أجيب لأني لم أحفظ وأنا أتحسر على ذلك. The situation in type 3 is a regret about an event that had happened. يعني أسف على حاجة حصلت. هنا عندنا التمرين. نشوفوا هنا الأفعال هذه غير مصرفة. رايح نشوفوا اعتمادا على الجزء الأول نصرفوا الجزء الثاني. If the weather is fine عندنا هنا we travel. If he booked a double room his wife be with him. She doesn't fast if the doctor not allow her to do it. They may be late if they to leave at 10 and if the world wars hadn't happened many countries the verb to be better.
هنا راه عندنا افعال هذه مصرفه، هذا راه في البريزون، تو بي ان ذا بريزنت، تو بوك يعني حجز، حجز غرفه، في الماضي ان ذا باست، دازنت فاست، لن تصوم، هنا فاست هي صام، هنا في النفي، maybe بامكان الحصول ذلك، وهنا عندنا hadn't happened، لم تقع. نشوفوا التصحيح تاع الجزء الثاني، بلاش شك راكم كتبتوا الجزء الاول، رايحين نشوفوا من بعد الجزء الثاني وتركبوا الجمله وتتحققوا من النتيجه. نشوفوا التصحيح، يلا بينا. We will travel، هنا عندنا future، we'll travel، won't be، she won't be with him، doesn't allow، the doctor doesn't allow her، leave، would have been. The end of the lesson. I wish you have understood the lesson well. Try to read it and read it again to have an idea about this lesson. It is an important lesson. And good luck. في نهاية الدرس أتمنى لكم حظ سعيد، دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك والإشهار لها، لأن الدال على الخير كفاعله. وشكرا، سلام.